دكتور فاضل، برأيك السيد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد هل سيمثل الاتحاد الوطني أم الديمقراطي أم مستقل؟ معروف هذا الحصة إلنا. لا أكيد راح يكون الثوب اتحاد، ولكن المضمون ديمقراطي. السيد مسعود البرزاني اليوم كان متفق بين الاثنين، بين الحزبين، يعني في شكوك. أنا عن نفسي من باوعت الصورة شفت السيد بافل طلباني محتفي كثيرا بزوج خالته أصبح رئيس جمهورية. صح البارحة سوى تغريدة وقال يعني حلف الإطار التنسيقي بالثبات على الوعود والعهود اللي تمت بيناتنا في محاولة لإقناع السيد. هل صالح متفقون؟ طيب إذا متفقون بهذه النسبة، يعني نسبة أصوات سيد رئيس الجمهورية برهم صالح 220 كم؟ 220 فما فوق. لا أخذ 99 أخذ 99 صوت. لا أنا هذا افتتاح. لا هذا والاتفاق بالموضوع، هذا رصيد الدكتور برهم صالح. حقيقة تعرف الدكتور برهم صالح اشتغل نائب رئيس وزراء، واشتغل وزير تخطيط، واشتغل رئيس الجمهورية، وعلاقاته في بغداد أكثر بكثير من علاقته مع السيد عبد اللطيف رشيد رئيس الجمهورية الحالي. رصيد السيد عبد اللطيف هو دعم السيادة ودعم الديمقراطي الكردستاني بالإجماع، ودعم نصف تقريبا الإطار التنسيقي. طيب، ولا أستبعد أيضا يعني حتى الاتحاد ممكن صوت القسمين. لذلك كان الفارق 157 مقابل 99. في فارق بيناتهم واضح كبير اعتمد على رصيده. لحد هذه اللحظة ما ثارت يعني مشكلة، أنه لكن الصورة، سيميائية الصورة بالنسبة لي أثبتت لي أن السيد بافل طلباني كان متفق.